Bilal, qui est vice-président de l'université Hassan II de Casablanca, chargé de la recherche scientifique de la, du partenariat. احنا بشراكة مع الجامعة حسن الثاني ومدينة ابتكار ونقد التكنولوجيا قمنا بهذا المعرض على أساس باش نخلقوا واحد سينيرجي أونتر ما بين مكاتب الدراسات وما بين جهات رؤساء الجهات والعمالات والجامعات على أساس باش يتكتلوا الظروف باش نصيبوا المدن الذكية اللي احنا كنطمحوا لها تحت توجيه صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله اللي كيقوم بالجهويه موسعه. هذا اطار باش هذا المعرض يكون عنده صبغه جهويه، ومن خلال هذا المعرض غادي نحاولوا ننظموا ورشات اللي كتتعلق في مجال الطاقه المتجدده، في مجال البيئه المستدامه، وفي مجال سيفتي سيتي، ومن ناحيه ديال ترشيد المياه. موازاة هذا المعرض قمنا باول مسابقه هاكاثون اللي كتتوج احسن ابتكار في مجال التصميم المدن الذكيه، وغيتوجوا اربع جوائز قيمه اللي غتعرضوها في هذا المعرض. وكذلك غادي نعطيو الفلامبو يعني مشعل الجهه اللي غادي تحتضن الدوره 24 بموازاه مع هذاك الهاكاثون. زعما الدور ديالو هو دمج الابتكارات الجامعيه مع سوق الشغل مع الناس ديال المحتضنين، ونخلقوا هذاك الدمج باش يكون هذاك الابتكار قابل للتصنيع، واستفدوا منه الدوله عوض ما نستورده. احنا نصنعوا ميد ان موروكو. اليوم كنمثل الفريق ديالي، اشتغلنا في واحد لاكاطون اللي عنده علاقه بالمدن الذكيه. كانت فرصه اننا نطوروا واحد المشروع اللي عنده علاقه بحاويه ازبال ذكيه اللي كدير ان تري اوتوماتيزي وان تري تري افونسي اون طون ريال ديال لي ديشي، وكذلك كيدير واحد لو ريسيكلاج كي كازي كومبلي. تمكنا الحمد لله من الفوز بالجائزه الاولى في هذا لاكاطون، وشرفنا المنتور ديالنا اللي عاونونا في هاد المسابقه اللي كانت المده ديالها 48 ساعه. كان الاشتغال وكان هناك واحد الجهد كبير اللي سايت ديبلوي في هاد ليكسبيريونس. جو تيان ريميرسي تو لي سبونسور كي اون سوتينو سيت ايفينمون، اي نتمنى ان شاء الله تكون بدايه الانطلاقه لهذا المشروع على الارض الواقع. الهدف ديالنا هو بالاول هو اننا نخدموا بالمهارات ديالنا وبداكشي اللي تعلمنا وبالصادق بالنوليدج ديالنا، نخدموا البلاد ديالنا، نخدموا لصالح العام، ونحاولوا نطوروا تكنولوجيا اللي تكون ريبون بارفيتمون اولا الاهداف ديال التنميه المستدامه، وثانيا المدن الذكيه، لانه كتعرفوا دابا وقت السرعه وقت ديجيتال كما تنقولوا. فداكشي علاش حنا بالمهارات ديالنا بالسكيلز اللي تعلمنا بغينا نخدموا البلاد ديالنا ونزيدوا بها القدام. كنبغي نشكر ابتكاركم جزيل الشكر، لانه لولاهم ما ديش تعطانا هذه الفرصه اننا نخدموا مده 48 ساعه. يعني ملي كنقول لكم 48 ساعه راه ما نعسناش، يعني بقينا خدامين معنا دي مينتور اللي كانوا كيعاونونا بزاف. يعني كنبغي نشكر ابتكاركم اللي عطاونا هذه الفرصه هذه، وكنبغي نشكرهم خاصه على التنظيم، حيت صراحه كنا كنحسوا بواحد دفء عائلي، ناس اول مره نشوفوهم، ولكن صراحه كانوا اكثر من 20 فريق، وكل فريق فيه 6 الأشخاص، فكان هناك واحد دفء عائلي كبير، وما حسيناش بهذوك 48 ساعة.